تغيير هادئ في قيادة حزب تواصل ذي الخلفية الإسلامية لم يحمل زخما سياسيا كما كان يحدث سابقا، فيما رأى مراقبون في هذه الخطوة تأثيرا محتملا على مستوى المنافسة في الاستحقاقات القادمة. تواصل أراد أن يحافظ على موقعه في زعامة المعارضة في الانتخابات البرلمانية والجهوية والبلدية صارت على الأبواب. أيضا هنالك قوى سياسية معارضة صاعدة على الساحة وتشكل منافسا شرسا للتواصل. القيادة الجديدة للحزب جاءت بعد سنوات من الخلاف أدت لانسحاب البعض وتجميد نشاط آخرين، وهو ما يحاول القادة الحاليون تداركه بهذه الخطوة قبيل الانتخابات. أرى أن مشروعكم السياسي أصبح قاب قوسين أو أدنى من التمكين بإذن الله، ولا وقت لنا لكثرة القول بل النزول للميدان والاستعداد للاستحقاقات القادمة هو إن شاء الله ما سنبدأه من الآن، ونحن على ثقة بالله سبحانه وتعالى، ثقة بنصره ثم ثقة بكم. وتتواصل التحضيرات في موريتانيا لاستحقاقات بلدية ونيابية تقرر إجراؤها في إبريل القادم بعد اتفاق بين الأحزاب والحكومة. تعكف الأطراف السياسية حالياً على إعادة ترتيب تموقعها والتركيز على نقاط قوة قد تساعد بعضها في زيادة حظوظه خلال الانتخابات. طيب الغوث الحرة نواكشوط.